وحول حقيقة قرار النظام السوري الإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون السورية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المعتقل السابق في سجن صيدنايا الدكتور صلاح الدين الحموي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. حياكم الله. منذ أيام الشارع السوري والعربي مشغول بقرار الإفراج عن عدد من المعتقلين في سجون النظام، بداية ما حقيقة هذا الإفراج عن المعتقلين في سجون بشار الأسد؟ أولا تحية لك ولكل المشاهدين والمستمعين ولقناتكم الكريمة. الحقيقة يعني النظام القائم في دمشق خلال أكثر من 40 سنة تعودنا عليه نمط تشويه الحقائق وتضخيم القضايا بشكل غير معقول، وهذه المسألة سياسة عندهم بشكل عام. نحن نتكلم عن أكثر من مليون مفقود في سوريا. لنعتبر أن الذين خرجوا كلهم قضيتهم كانت كبيرة، لكن ما قيمة هذا العدد 200 أو 250 مقابل 500,000 600,000 700,000 مغيب عن الواقع. الحقيقة يعني لي تجربة طويلة كوني كنت معتقل لمدة أكثر من تقريبا 25 سنة في ما بين تدمر وصيدنايا، تنقلنا في هذين السجنين. كان يصدر القرار قرار العفو فيأخذ ضجة إعلامية، يعني حتى أصور لك الحالة بشكل دقيق ماذا يفعلون. يأخذ ضجة إعلامية دولية وداخلية، فينشغل الناس وينتظر الأهل والأبناء والجميع ينتظرون خروج المعتقلين عفو عام. كلمة العفو عام كلمة كبيرة طبعا. لزيادة القهر عندنا كانوا يشعلون لنا مكبر الصوت لنسمع وهم يقرؤون القرار والاستثناءات التي فيه. نسمع الاستثناءات فيتم استثناء المعنيين بالأصل العفو العام اللي هن السياسيين أو المعارضين السياسيين، يستثنون من القرار ويبدأ يتكلم عن من يشملهم العفو. فتجد أن معظم القضية هي تشمل القضائيين والقضايا الجنائية، فيخرج منها الآلاف، وأما المعتقلون السياسيون فلا يخرج أحد. وبقينا على هذا المنوال أكثر من 25 سنة بهذه الحديث الطريقة. دكتور عن 25 سنة تتكلم عن قبيل الثورة السورية، هل اختلف المشهد عن قبل الثورة وما بعد الثورة؟ شكل المعتقلين والتهم الموجهة لهم وطريقة الاعتقالات؟ الصورة واحدة تمام، لكن الفرق بينهما أن الفترة التي بدأنا فيها طبعا بدأت في عام 1978 79 80 بدأت الاعتقالات بشكل واسع. في تلك الفترة كانت الاعتقالات معظمها للنخب السياسية الموجودة، للنخب الفكرية، للأنشطة الشبابية. كان في يعني إضرابات عامة في حركة نقابية قوية قادتها نقابة محامين، نقابة معلمين، نقابة مهندسين في المحافظات السورية، وبدأوا يحركون الشارع. تحريك الشارع بجيل الشباب الذي كان هو بعمرنا، تحركت المدارس، صار إضرابات المدارس، فجن جنونهم، فتم الاعتقالات بشكل واسع ودون قصة محاكم ومحاكم ومحامين ومثل ما بيقولوا محكمة وفيها محامين. وما الذي اختلف بعد 2011 بعد بداية الثورة السورية؟ اليوم تقول أنت هناك زهاء مليون معتقل، مليون مغيب داخل السجون، ما الذي اختلف عن هذه الصورة القديمة؟ الذي اختلف هو العدد الأوسع، يعني كانت تلك الحقبة بصورة مصغرة، أما اليوم شملت أعداد هائلة، كبيرة صغيرة، كل من أحس أنه شارك أو مشارك شارك في مظاهرة فتم تعميمه. يعني أنت اليوم تقول لا يوجد قرية أو بلدة
في سوريا إلا وفيها معتقلون وأعداد كبيرة، لا توجد ربما عائلة في سوريا إلا وفيها معتقلون. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، كانوا عندنا في تلك الفترة كانوا يرسلوننا إلى الفروع، والأفرع يلفقون لنا التهمة التي يريدون، ثم يرسلوننا إلى سجن تدمر، وهناك تتم التصفية، محاكمة وتصفية. الذي زاد اليوم هو كثير من المعتقلين لم يصلوا إلى المحاكم، كثير معتقلين لم يصلوا إلى السجون، تم تصفيتهم. وظاهرة الحفرة التي رأيت وراء الجميع، الإعلام العام، ظهرت القصة وشواهد كثيرة. فبالتالي أعطوا الحرية لكل جندي، لكل عسكري، لكل ضابط، لكل رقيب، لكل عريف أن يصفي إن كان هكذا يعني كان اجتهاده في هذه المسألة. فالحرية المطلقة للجنود الحمقى في القتل والتدمير، وتقريبا هكذا يتسلى يقتل ما يشاء. طيب. وبالتالي الفرق من حيث المبدأ لا يوجد فرق، لكن من حيث الكم وطريقة الاعتقال ربما توسعت وشملت زيادة في العنف وزيادة في الجريمة أكثر. المرسوم الذي بمقتضاه تم الإفراج عن المعتقلين 252 لم يشمل إسقاط تهمة الإرهاب عن المفرج عنهم، كيف تقرأ ما بين السطور لمثل هذا القرار؟ لا، نحن أنا طلعت بعد 25 سنة، يعني بعد 25 سنة ولم يسقط عنا تهمة الإرهاب. 25 سنة وما زلنا خرجنا ونحن محرومين من الحقوق المدنية في البلد. وبالتالي هؤلاء يعني العقلية عندهم عقلية إجرام حاقد عجيب. يعني أنا خرج تقريبا 10,000 من زملائي وأصدقائي، 10,000 بعد أكثر من 15 عاما في السجن، والذين بقوا لم يستشهدوا ولم يقتلوا في السجن كانت أعمارنا صغيرة. يعني أنا عمري أقل من 18 عاما عندما اعتقل، ومعظم الذين خرجوا أعمارنا هكذا، خرجنا ونحن مجردون من حقوقنا المدنية والعسكرية. ماذا فعلنا؟ يعني نحن بسن الشباب، وفي قسم آخر عمره 15 سنة و16 سنة و14 سنة و13 سنة كانوا معنا في سجن تدمر العسكري. هؤلاء خرجوا وكذلك جميعهم مجردون من الحقوق وموصومون بوصم الإرهاب، ونحن ملزمون أن نراجع الفرع كل أسبوع أو كل أسبوعين أو أكثر، كل رأس على رأس كل شهر يجب علينا أن نذهب إليهم ويحققوا معنا من جديد. ماذا يريدون منا بعد 25 سنة؟ وبالتالي هذه لم يسقطوا عنا التهمة، يعني تذهب إلى الفرع. إذن هي منهجية من واحدة سواء سابقا أم الآن. طيب، المشهد تكرر خلال السنوات الماضية، يتم الإفراج عن بضعة معتقلين، لكن هناك من يرى أن التحولات ربما الإقليمية والدولية لها دور هذه المرة. هل ترى أن النظام فعلا ربما ذهب إلى مصالحة مع المجتمع بعد 11 عاما من قتل المدنيين؟ الآن أنا لا أقول هو يريد أن يتصالح، يعني أنا أريد أن أتكلم في عام 1995 حافظ أسد أجبر على إخراج مجموعة من السجناء. كان يزور دمشق الرئيس الفرنسي، على الغالب كان جاك شيراك أو غيره، فبالتالي وكان قد طلب منه يعني من تبييض صفحة معينة، وكنا قد قضينا في السجن أكثر من 15 عاما، فتم إخراج مجموعة من السجناء تحت ضغط الفرنسي في تلك الفترة. الآن ممكن أن لا أقول هو يريد أن يتصالح مع المجتمع، أنت تعلم اليوم أن روسيا في ورطة كبيرة في قصة أوكرانيا، والحليف الرئيس الذي يدعم والذي أوقف إسقاط الأسد بعد أن يعني ضيقوا عليه هي روسيا. وبالتالي هو يريد أن يخفف الاحتقان عنه. أما الحادث التصالح المجتمع لا يمكن أن يتصالح معه أحد اليوم. الأسد هو في أضعف حالاته، لأن الحليف الرئيسي الاستراتيجي له متورط في أوكرانيا، وقد يخسر خسارة كبيرة ومتوقع يخسر، وأسأل الله تعالى أن يخسر معا. شكرا لك من إسطنبول، المعتقل السابق في سجن صدنايا الدكتور صلاح الدين الحموي، شكرا جزيلا لك.